شاب لم يعرف اليأس يوما رغم الظروف التي أحاطت به، إلا أنه وقف صارما أمامها وجعل الأمل نصب عينيه، وكان دائما يدور في ذهنه لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. إنه سلمان الدعجاني الذي تعرض لحادث مروري قبل 8 أعوام وأصيب بشلل رباعي، لكن العزيمة والإصرار التي كانت بداخله جعلته يخضع للعلاج الطبيعي في بلد التشيك. ومن هناك أراد سلمان الدعجاني أن ينقل تجربته إلى أرض الوطن. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قصتي ال8 سنين الماضية منذ أن تعرضت لحادث مروري انتقلت فيه إلى جمهورية التشيك، وعشت فيها تقريبا 7 سنوات كانت ما بين علاج ودراسة، وانتقلت إلى مجال العلاج الطبيعي. قدمت فيه خدمات تنسيقية للديوان الملكي ووزارة الصحة السعودية. من بعد ذلك حبيت أني أنقل الخبرات التشيكية إلى المملكة، وأقلل من معاناة المرضى اللي يعانونها في السفر في الغربة، وأقلل من تكاليف العلاج. المشروع اللي قمت المشروع ليس فقط تجاري، بل هو تجاري وخيري، خصصا في بعض المقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة الغير قادرين على دفع التكاليف للعلاج. وفي قاعة الأمير سلطان في فندق الفيصلية افتتح مركز التشيك للعلاج الطبيعي، ويعتبر هذا المركز الفريد من نوعه في المملكة من حيث طريقة العلاج والمعدات المستخدمة باتباع الأسلوب التشيكي. المركز يعالج جميع الحالات اللي تحتاج العلاج الطبيعي ما عدا الحالات اللي تحتاج إلى تنويم، لأن المركز يعالج فقط الاوت بيشنت. أستاذ سلمان، كلمة أخيرة توجه لأخوانك الذي يعانون مثل هذه الحالات. أوجه لهم كلمة أنه الحياة لا تنتهي عند هذه النقطة، ودائما نظرة إلى الأمام. حقيقة طبعا تم دعم المركز من البنك السعودي للتسليف والادخار عبر برنامج الطبي، وهو أحد البرامج التي أدرجها البنك لدعم المشاريع بكافة الأغراض. تقدم الأستاذ سلمان الدعجاني وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، فوجد كل عناية وترحيب من قبل سعادة مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار الأستاذ عبد الرحمن السعيباني، ووجه بسرعة التعامل والتفاعل مع الحالة. وبالفعل تم التواصل مع الأستاذ سلمان لإنشاء مشروع علاجي تشيكي اللي افتتح اليوم، وتم تقديم الدعم، ويصل الدعم إلى 4 ملايين ريال. عند التقدم تم مباشرة الطلب من الأستاذ سلمان بتقديم دراسة جدوى، وتم تقييمها وإعداد عرض عنها من قبل المستشارين في البنك. تقريبا ما تجاوزت أكثر من 20 يوم بفضل من الله وتوجيهات مدير عام البنك، وبدأ بصرف الدفعة الأولى واستمر حسب ما يتم تقديمه واحتياج المشروع وخطة سير المشروع. توالت الدفعات بشكل كامل حتى ولله الحمد انتهى وافتتح الآن.